فرحانين لينا بكأس العالم وفرحانين لينا بكأس، حنا كنا فرحانين نهار اللي علن سيدنا بأنه راه غنديروا هذا التنظيم الثلاثي. ولكن بالله عليكم واش حنا جاهزين حتى في الانترنت حتى الواي فاي موجد غادين عليه في 2030؟ علاش؟ لان عملنا كلها مغشوشه. شنو هي مغشوشه الاخوان؟ هذا قطاع حيوي. تقولنا هذه الحكومه، انا لا اتحدث الان عن الشركات، هذا مجال خاص. تقولنا هذه الحكومه شنو هي الاستثمارات اللي دارت في هذا القطاع؟ اش تتهيئ من استثمارات باش نكونوا قد اللحظه وقد المسؤوليه؟ بل اكثر من هذا، حنا الشعب الوحيد اللي تيخلص 8.4 على هاد الامكانيه ديال الهاتف والواي فاي وديال التواصل وكذا. كاين اسعار عالميه رخيصه. وسيدي راه ضد حتى القانون، هذه داروا لها الوكاله الوطنيه للتقنين، وهذيك الوكاله الوطنيه للتقنين ما بين جوج ولا ثلاثه الفاعلين تدبر الامر. وسيدي تركوا هذا الشيء للمنافسه، تركوا الحريه، ولا غنديروا فيها بحال الغازوال. في الغازوال شدينا ثلاثه الشركات ولا اربعه وزيروا الشعب المغربي، ومن 60 فرانك اللي كانوا تيربحوا في ليترو في واحد المرحله حتى ولاو يربحوا جوج دراهم غير في ليترو، لان عرفوا يتفقوا على الاثمن. وحنا اليوم يمكن لينا نقولوا للحكومه اللي بغات تمشي ل 2030، راه 2030 بلا ثوره رقميه حقيقيه تمكن لا السائح ولا الصحفي ولا العالم برمته باش يتابع معنا هذه التظاهرات الكبرى، راه ما كايناش. تنستغل على مستوى الجهه، لا شك ان ما يجب ان ينجز باش نواجهوا 2030 الشيء الكثير فيما يتعلق بالجهه. ولذلك المجلس الجهوي المسعف وكافة التنظيمات يجب أن تلتفت لهذا الأمر، لا فيما يتعلق بالطرق السيارة اللي خصها تكون، ولا فيما يتعلق بالنقل السككي، ولا فيما يتعلق بالنقل الجوي، ولا فيما يتعلق بالفندقة والسياحة، ولا فيما يتعلق بمجموعة من البنيات. ومطروح علينا ككتابة جهوية على هذا المستوى الجهة متابعة الأمر وتحديد برنامج عمل واضح لهذا الأمر.